بدأ عهد الإمارة الأموية في الأندلس بحكم عبد الرحمن الداخل سنة 138 هجرية، واللي نجح في إنقاذ الإسلام فيها من الضياع مبكراً، كما نجح في إرساء قواعد دولة جديدة وقوية، وجي بعد منه في الحكم ابنه وأحفاده، فمنهم اللي صار على نفس نهجه ومنهم اللي فشل. وكعادة أي دولة ناشئة على مر التاريخ بتمر بعدة مراحل، فبتبدأ من مرحلة القوة والإزدهار حتى تصل إلى القمة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الضعف والانحدار، لحد ما تصل في النهاية إلى مرحلة الأفول والانهيار. وده اللي حصل مع خلفاء عبد الرحمن الداخل في الأندلس. أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة التاريخ الجامع، معاكم محمد محمود. كنا اتكلمنا قبل كده في حلقة عبد الرحمن الداخل إزاي نجح في الهروب من العباسيين ودخوله إلى الأندلس بمفرده وإقامته لدولة قوية فيها علشان يبدأ عهد جديد وهو عهد الإمارة الأموية. هسيب لكم لينك الحلقة دي تحت في الوصف. النهاردة إن شاء الله هنستكمل عهد الإمارة الأموية في الأندلس مع خلفاء عبد الرحمن الداخل. فبعد وفاة عبد الرحمن الداخل تولى الحكم في الأندلس ابنه هشام، واللي حكم من سنة 172 هجرية لحد سنة 180 هجرية، وكان الابن الأصغر لعبد الرحمن الداخل، واللي فضله بولاية العهد عن ابنه الكبير سليمان، وده بسبب رجاحة عقله وحسن تصرفه وقوة شخصيته. وكان هشام عالم محب للعلم ومجالسة الفقهاء، ولعب دور كبير وعظيم جداً في نشر اللغة العربية في الأندلس، لدرجة إنها كانت بتدرس في معاهد اليهود والنصارى هناك، كما نشر المذهب المالكي بدلا من المذهب الأوزاعي. وعموما كانت فترة حكمه هي فترة قوة وازدهار. وجه بعد هشام بن عبد الرحمن الداخل على حكم الأندلس ابنه الحكم، واللي استمر عهده من سنة 180 هجرية لحد سنة 206 هجرية، واتصف الحكم بالقسوة والشدة، فكان على النقيض تماما من أبوه وجده، وفرض على أهل الأندلس ضرائب كتيرة جدا، الأمر اللي خلى الناس تقوم بالثورات ضده. فكان رد فعله أن قضى على الثورات دي بطريقة بشعة، فكان بيطرد السائرين خارج البلاد ويحرق بيوتهم. ولعل أشهر الثورات اللي قامت ضده هي ثورة أهل الربض. وبالرغم من أفعال الحكم الدنيئة مع أهل الأندلس، إلا أنه استمر في حركة الجهاد ضد الشمال، واللي كان بيداوم عليها أبوه وجده، لكنه هزم في بعض المعارك وسقطت عدد من المدن الإسلامية في عهده، وكان منها مدينة برشلونة واللي قامت فيها إمارة أراجون المسيحية. لكن من الجدير بالذكر إن الحكم ابن هشام قبل نهايته وهو في عز قوته تاب عن أفعاله واعتذر لأهل الأندلس، واختار ليخلفه في الحكم أصلح وأفضل أبنائه، وهو عبد الرحمن الثاني والمعروف تاريخيا بعبد الرحمن الأوسط. وتولى عبد الرحمن الأوسط الحكم بعد وفاة أبيه سنة 206 هجرية، واستمر حتى سنة 238 هجرية، ويعتبر عهده من أقوى وأزهى عهود الأندلس. فاستمرت حركة الجهاد طوال فترة حكمه وانتصر في العديد من المعارك. كما تميز عهده أيضا بتطور وازدهار في الحضارة العلمية، فظهر الكثير من العلماء في عصره أمثال عباس بن فرناس، كما شجع علماء المسلمين في مختلف البلاد والأقطار بالمجيء إلى الأندلس. وما اكتفاش بكده، بل أسس النواة الأولى لمكتبة قرطبة، وعمل على نشر العلم في جميع أنحاء البلاد. واهتم عبد الرحمن الأوسط بالعمران، فعمل على تطوير شبكات الري ورصف الطرق والشوارع، واهتم بتطور وازدهار المباني في الأندلس، كما لاقت التجارة في عهده نصيب كبير من الاهتمام والازدهار. لكن كان أهم حدث شهده عصر عبد الرحمن الأوسط وتصدى ليه بقوة هي غزوات الفايكنج أو النورمان، واللي خرجت من بلاد اسكندنافا إلى بلاد المسلمين في غارات شديدة الوحشية والهمجية. وبلاد اسكندنافا اللي هي الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج، وبدأت غاراتهم على إشبيلية سنة 230 هجرية ب54 سفينة، وقاموا بتخريبها ونهبها وهتك أعراض نسائها. ومن إشبيلية اتجهوا إلى شيزونة وعملوا فيها نفس اللي عملوه في إشبيلية،
ومن شيزونا راحوا الألميرية وموريسيا وغيرها من البلاد، وكانوا كل ما نزلوا في مكان أثاروا فيه الذعر والرعب. وطبعا جهز ليهم عبد الرحمن الأوسط جيش كبير جدا، ودخل معهم في معارك طاحنة استمرت لأكثر من 100 يوم، وانتهت بانتصار عظيم مساحق للمسلمين وكسر شوكة الفايكنج اللي عادوا لبلادهم أذلاء، بيشهدوا بعظمة وقوة عبد الرحمن الأوسط. ومن أهم نتائج حروب عبد الرحمن الأوسط مع الفايكنج، أول حاجة حصن مدينة إشبيلية تحصين قوي فبنى حولها سور ضخم. تاني حاجة أنشأ أسطولين قويين لحماية السواحل الأندلسية، جعل أحدهما في البحر المتوسط والتاني في المحيط الأطلسي، ونتج عن بنائه للأسطولين دول أنه فتح جزر البليار مرة تانية. أما تالت نتيجة هي إرسال الدنمارك وفد إلى عبد الرحمن الأوسط محمل بالهدايا الثمينة إليه وتطلب وده. وبوفاة عبد الرحمن الأوسط بتنتهي مرحلة القوة في عهد الإمارة الأموية بالأندلس، علشان تنتقل إلى المرحلة التالية وهي مرحلة الضعف والتدهور. بدأت مرحلة الضعف في الإمارة الأموية سنة 238 هجرية، واستمرت لحد سنة 300 هجرية بتولي محمد بن عبد الرحمن الأوسط لحكم الأندلس، ومن بعده ولديه المنذر ثم عبد الله. وبالرغم من الصفات الحميدة للأمراء الثلاثة وحسن سيرتهم وصلاحهم وتقواهم، إلا أنهم افتقروا لحسن الإدارة وقوة الشخصية، فاتصفت فترة حكمهم بالضعف والانهيار، وتوقفت حركة الجهاد ضد الشمال، الأمر اللي سمح لمملكة ليون المسيحية بالتجرؤ على البلاد الإسلامية وشن الغارات عليها. وما انتهاش الأمر لحد هنا، بل أدى ضعف الأمراء إلى تجرؤ واحد من أهل الأندلس الأصليين وأعلن العصيان، وهو عمر بن حفصون اللي تمكن من جمع أنصار ليه وسيطر على جنوب الأندلس. وعلشان يدعم مركزه في الجنوب أقدم على خطوة شنيعة جدا، فلقد تنصر عمر بن حفصون سنة 286 هجرية وسمى نفسه سمويل، وكل ده علشان يكسب تأييد ودعم الممالك المسيحية الموجودة في الشمال. وفعلا دعمته مملكة ليون المسيحية، فبدأت تهاجم الأندلس من الشمال وعمر بن حفصون يهاجم من الجنوب، ودخلت الإمارة الأموية إلى مرحلة الأفول والانهيار في أواخر عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط. فمع بلوغ سنة 300 هجرية اشتعلت الأندلس بالثورات في جميع أرجائها، فالكل طمع في الاستقلال وإقامة دويلة ليه، وما تبقاش للأمويين في الأندلس غير قرطبة وعدد من القرى حولها. كمان في الشمال اتكونت مملكة مسيحية ثالثة إلى جانب مملكتي ليون وأراجون، وهي مملكة نافار. وبدأت الممالك المسيحية الثلاثة تضرب شمال الأندلس بقوة وتقتل في المسلمين، وأصبح الإسلام في الأندلس في مهب الريح، وبدأت الإمارة الأموية تلفظ أنفاسها الأخيرة، إلى أن من الله على الأندلس بمعجزة تانية جديدة جت من نسل عبد الرحمن الداخل وصارت على نفس نهجه، فأنهى الإمارة الأموية وبدأ عهد جديد وهو عهد الخلافة في الأندلس. هسيب لكم مصادر الحلقة تحت في الوصف، ياريت لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الإشعارات الجديدة من قناة التاريخ الجامع. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.